ما نصرت الأمة وما مكن لدين الله إلا بهذه القلوب المتجردة. فنحن نريد الآن تجردا لنصرة دين الله تبارك وتعالى، وتخلصا من هذه النظرات الحزبية الضيقة أو المصالح الشخصية الضيقة، بل نريد أن نقدم نموذجا فريدا جديدا لأهل الأمانة ولأهل الحرص الصادقين على مصلحة هذا البلد. نريد أن نقدم سياسة شرعية منضبطة بكتاب الله عز وجل وبسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أذكر إخواني جميعا بأن أعظم واجب علينا نحن المسلمين في هذه المرحلة أن نجدد إيماننا بالله وأن نصحح عقيدتنا بالله. فلا ينبغي أن يشغلنا العمل السياسي عن واجبنا الأول وعن غايتنا الأولى، ألا وهي تعبيد الخلق للحق تبارك وتعالى. لأنني أخشى أن تشغلنا السياسة أو أن يشغلنا العمل السياسي عن الأصل الأول والغاية الأولى التي من أجلها خلقنا، وهي تعبيد الخلق للحق تبارك وتعالى. فواجب الوقت الآن وفي كل آن تعبيد الخلق للحق، تعبيد الخلق للحق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. يا شباب مصر، التوحيد لا ينتقل منه أبدا إلى غيره، بل ينتقل معه دوما إلى غيره. التوحيد لا ينتقل منه أبدا إلى غيره، بل ينتقل معه دوما إلى غيره. فلا ينبغي أن تنشغلوا عن قضيتكم الأولى وعن غايتكم الأولى، ألا وهي قضية العبادة وقضية الإيمان بالله جل وعلا. هذا هو الأصل الأول الذي نذرنا أنفسنا من أجل نصرته والدعوة إليه والتمكين له. فوالله الذي لا إله غيره لا عزة للأمة عامة ولا لمصر خاصة إلا بتحقيق الإيمان بالله جل وعلا، إلا بنصرة دين الله تبارك وتعالى، إلا بالحفاظ على هذه الغاية. تلك الصيحة الأولى لكل رسالة، هذه الصرخة الأولى لكل نبوة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. رابعا، تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق. أنا أرى أن الانفلات الأخلاقي أخطر بكثير من الانفلات الأمني الذي تقع فيه بلادنا الآن. نريد أن نصحح أخلاقنا، والله لن نقضي على البلطجة بتغيير الدساتير أو بسن القوانين، لن نغير ما خرجنا جميعا ننادي بتغييره وإصلاحه، لا بتعديل الدستور ولا بسن القوانين. وأنا لا أقلل من شأن هذا أبدا، فهذا طرح ساذج الذي يقلل من شأن هذه الخطوة، لكنني أدين لله بأنه لو تغير الدستور وتعدلت القوانين دون أن نتغير من أعماقنا، دون أن نطهر قلوبنا من الشرك والغل والحقد والحسد والضغائن والشهوات والشهوات والنزوات والرغبات والهوى، دون أن نطهر أعيننا من الخيانة، دون أن نطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور وترويج الإشاعات الكاذبة بالباطل، والله لن يتغير على أرض الواقع شيء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لا بد أن نكون صادقين مع ربنا ومع أنفسنا. مرت 9 أشهر دون أن يتغير شيء، بل نحن إلى الأسوأ. دعوني أكون صادقا صريحا معكم، لن يتغير الواقع بهذه الهتافات ولا بهذه القوانين، بل يتغير الواقع بتغيرنا نحن. إن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. التغيير والتطهير لا بد أن يكون نابعا من الأعماق. أنا أقول إن كل ما حدث إلى الآن أننا قد قطعنا المجموع الخضري لشجرة الفساد، لكن بقيت الجذور متغلغلة في أعماق التربة، بقيت جذور الفساد متغلغلة في القلوب والعقول.
لن نستطيع أن نجتث أبدا هذه الجذور من القلوب والعقول إلا إذا تطهرت القلوب والعقول من هذه الأخلاق الفاسدة الراكدة الكاسدة. والله الذي لا إله غيره، لو تخلقنا بأخلاق قرآننا وأخلاق نبينا وأخلاق إسلامنا ما رأينا هذه البلطجة، ما رأينا هذه السرقة بالإكراه، ما رأينا سفك الدماء. صارت الدماء في بلدنا رخيصة، صارت الدماء في بلدنا أرخص من التراب. تسمع كل يوم عن سفك دماء هنا وهناك وهنالك. ألا يوجد قرآن يضبط أقوالنا وأحوالنا ومشاعرنا وعواطفنا؟ ألا نقرأ قول ربنا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما؟ ألا نقرأ قول ربنا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا؟ أولم نقرأ قول نبينا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لن يصب دما حراما؟ وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أولم نقرأ قول نبينا: قتل المؤمن أعد الله الدنيا؟ أولم نقرأ قول نبينا: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. نريد أن نصحح ما فسد وعش من الأخلاق، ولن تصحح إلا بالعودة إلى هذا الدين، إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأختم كلمتي بهذه النقطة الأخيرة حتى لا أطيل عليكم: العمل العمل. لقد أصيبت بلدنا بشلل كلي، لقد تحولنا جميعا إلى متكلمين وإلى ساسة. وانظر إلى هذه المكلمة الكبرى التي تجري الآن على شاشات الفضائيات: لقد تكلم شعب مصر في الأشهر الماضية كلاما يكفي لألف سنة مقبلة. لكن أين العمل؟ أين العمل؟ ما تحرك الاقتصاد إلى الآن، لا زالت عجلة التنمية متوقفة. أين العمل؟ أناشد الجميع بوقف الاحتجاجات، أناشد الجميع بالتوقف عن سياسات قطع الطرق، أناشد الجميع بأن نعمل، بأن تبدأ عجلة التنمية من جديد. كيف سينتعش اقتصاد بلدنا مع هذا الشلل الكلي الذي أصاب البلد بأسرها؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون تعملون. ولقد أمرنا الله بإحسان العمل لا بالعمل فقط. قال جل وعلا: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفي سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وفي سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله لم يأمرنا بالعمل فقط، بل أمرنا بأحسن العمل، بإتقان العمل. ولن تكون كلمتنا من رأسنا إلا إذا كانت لقمتنا من فأسنا. العمل العمل. وإذا وجدت أخاك مقصرا فسد تقصيره وسد خلله ونقصه، لكن لا تتهم ولا تتهم نيته ولا تسيء الظن بأخيك. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل ذا ناقص جئ بأوفى ثم قل ذا أكمل. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. أذكر إخواننا من الإسلاميين الذين شاء الله عز وجل وقدر لهم أن يسلكوا هذا الطريق الجديد، أذكرهم بالحرص على كتاب الله وعلى سنة رسول الله
وبالحفاظ على الثوابت وعدم تمييع أصولنا وعدم التفريط في أركان وأصول منهجنا، وأذكرهم بوحدة الصف، وأحذرهم من النزاع، وأحذرهم من الشقاق. فليتنازل كل فرد عن رؤاه لصالح المجموع في خدمة دين الله سبحانه ابتداء، ثم لمصلحة هذا البلد ولمصلحة هذا الوطن. لا تنظروا إلى المصالح الحزبية الضيقة أو إلى المصالح الفئوية أو الشخصية الضيقة، وإنما انصروا دين الله تبارك وتعالى، ثم اعملوا لخدمة هذا البلد ولمصلحة هذا الوطن. والله تعالى أسأل لهم جميعا التوفيق والإخلاص والسداد، وأن يطهر قلوبنا، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين والتمكين للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.